قام هاني سويلم وزير الموارد المائية والري بزيارة إلى محافظة القليوبية لتفقد حالة الترع بنطاق المحافظة. ووجه الدكتور سويلم بسرعة اتخاذ إجراءات الحفاظ على قطاع ترعة البسوسية والتأكيد على مراعاة الأسلوب الفني الأمثل خلال تنفيذ عمليات التطهير مع رفع نواتج التطهيرات الموجودة على جسور الترعة بشكل فوري. والتقى الدكتور سويلم بعدد من المنتفعين وأعضاء رابطة إحدى الترع الفرعية الآخذة من الترعة، مشيدا بدور الرابطة في التعامل بفعالية مع إدارة المياه على الترعة.